يعني. وهنا جزت حكاية خفيفة راح نقولها لكم على الشابو باي اللي كان لابسه في تصويرة اللي معروف بها. في الصح كان الشابو هذاك تاع واحد من الجنود المستعمرين اللي حكمه واستجوبه. وبعد ما عرف يوسف بلي الجندي هذاك ما يعرف حتى حاجة وخطيه العملية الميدانية قرر يخليه يروح. وفي نفس الوقت الجندي هذاك خلالو الشابو تاعو كوم كادو بسبت المعاملة العادلة اللي تلقاها من عنده. وفي شهر نوفمبر من نفس العام التحق باللجنة الثورية